ما عندناش فرق، لا عندنا مثلا عندنا اخونا ولا اختنا ولا، كلهم اولادنا وكلهم طالبتنا، اللي طالب طالب واللي موظف واللي مش عارف، يعني احنا ما عندنا، احنا درنا الواجب واكثر يعني. وان شاء الله، ما هو في النهايه هي عمر ما كان واحد راضي على اللجنه، هي هذه ديما يعني في جميع المجالات، يقول لك والله اللجنه ظلمتني واللجنه اسحبت في حقي واللجنه، وهذا مش مضبوط، بالعكس هم اللي يحتاجوا لشويه، يعني شو بنقول لك، يعني لاحظ فيهم انهم هم يعني تقول لي عليه هذا مش لاول مره بيغني، يعني جريء. و أنا للآن مرة لما نطلع في بعض المرات في الحفلات، للآن قاعد نقدر في مسؤولية أني نبي نطلع بنواجه جمهور، يعني تلقاني متعصب وتلقاني هيك مش مظبوط وتلقاني أعصابي تعب.